المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ينضم إلينا في هذه النشرة. أهلا بك ومعنا في هذه النشرة. في البداية يعني كيف ترى قرار وزير الصناعة بشأن تعليق تطبيق خفض نسبة الجمارك السنوية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي؟ أهلا بحضرتك. القرار أنا شايف أنه هو مش هيكون مفيد، وعلى حسب القرار احنا عايزين نشوف هو متشاف من أي زاوية، من زاوية المستهلك ولا من زاوية التصنيع ولا من زاوية الدولة. لو احنا هنتكلم من زاوية التصنيع وتعميق صناعة السيارات، انا شايف ان القرار ما اعتقدش انه هيكون له تأثير اللي احنا متخيلينه ابدا، عشان اعمق الصناعة دي احنا ماشيين في اتجاه، والقرار ده في اتجاه تاني خالص. تعميق الصناعة اشوف المنتج المحلي ازاي اقدر ادعمه. حضرتك النهارده احنا علقنا الجمارك لمده سنه، ما هو اكثر من ان المستهلك، لبعض المعتقد ان دوت في صالح المستهلك، انا بقول لا، هو مش في صالح المستهلك نهائيا، بل بالعكس ده هيتسبب في زياده الاسعار والقطاع لا يتحمل ده، واحنا بقى لنا شهور طويله بنقول القطاع لا يتحمل. كيف يمكن زيادات يعني الإعلام بقيمة العائد أو المنتج المحلي حتى لا نكون يعني في اختلاط مع هذه السياسة؟ عشان تعمقي الصناعة عند المنتج المحلي لازم ندخل في صميم الموضوع، يعني احنا عندنا نشوف ايه اللي ممكن ان احنا ندعم بالمنتج المحلي. يعني على سبيل المثال المنتج المحلي النهاردة احنا عندنا موجود 18 مصنع، كل مصر فيها 18 مصنع فقط، كويس؟ 18 مصنع دول بيستوردوا مكونات من بره وفي اجزاء بتتعمل من هنا. انا عايز اطور المنتج المحلي، عايز ازود النسبه اللي موجوده ل 45% اوصلها ل 60% زي ما موجود في الاستراتيجيه، كل الكلام ده كويس جدا. انا بدفع النهارده 7% على المكونات من بره، يعني بتيجي الفاتوره بالدولار بيتحط عليها جمارك وبتحط عليها 7% وكل ده بيتضرب في 3% رسم تنميه. الكلام ده كتير جدا. طب شيل رسم التنمية، لو شلت رسم التنمية انا النهاردة بقدر ان انا اساعد مساعدة مباشرة جدا للمصنع اللي هو مركز معايا، اللي بيشغل عمالة مصرية، اللي بيخرج منتج مصري، اللي انا عايز فعلا اخرج عربية مصرية بمكونات كتيرة جدا، يعني اكتر من 60%. هو ده صميم الكلام. ولكن انا النهاردة خفضت الجمارك، ده قطاع تاني. وحتى السيارات اللي بتيجي من الاتحاد الاوروبي ما اعتقدش ان هي ماشية في نفس الاتجاه اللي احنا بنصنع فيه. ما احنا عارفين السيارات التصنيع المحلي ايه نوعياتها، ويعني سيارات اغلبها بتخاطب الفئة الاقتصادية اللي موجودة في البلد او المستهلك في الجزء المتوسط. خليني في الصميم، شيل لي رسم التنمية او خفضه، لكن انت النهاردة رفعت الجمارك او علقتها، ومش هيعمل اكتر من القطاع بقطاع متوقف. احنا تراجعنا في مبيعات السيارات اكتر من 45%، والكلام ده قلناه يمكن من 6 شهور. السنة اللي فاتت تقريبا كان اجمالي المبيعات في مصر كلها 200,000 سيارة، السنة دي ما وصلناش ل 130,000 سيارة. كل ده طبعا مؤشرات مش حلوه، القطاع مش مستحمل ده. ده مش انا من وجهه نظري القرار ده مش هيفيد غير حاجه واحده بس، حتى لا نغفل بيزود موارد الدوله، وزاره التجاره والوزارات المصريه في النهوض بهذا القطاع. يعني هناك استراتيجيه يتم العمل عليها لتصنيع السيارات للنهوض بهذا القطاع بالتعاون مع الشركاء الاوروبيين حتى تكون يعني الصناعه المصريه والمحليه متقاربه الى حد كبير مع الصناعه الاوروبيه. كيف يمكن لهذه الاستراتيجيه ان تكون بداية للبدء بالنهوض بهذا القطاع والبدء في تصنيع منتجات قد تكون مواكبة للصناعة الأوروبية؟ الاستراتيجية هي عمل جيد، عمل ممتاز فعلا، لو تم صياغتها او تم خروجها بعد الملاحظات اللي الكتير علقوا عليها، اعتقد ان الاستراتيجية هتكون طوق نجاة، واعتقد ان الاستراتيجية هتكون من شأنها ان هي صوت قطع. نعم، السيد المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه النشرة.